حاضر. الثالث يا فندم بعد اذنك. الثالث الثاني في اعاده الاجراءات. الثاني في اعاده الاجراءات. ماشي يا فندم، انا قلت في الدعوه بس عذر. الثاني انضم الى ما قرر به الدفاع الحاضر مع المتهم الاول ودفع. ثواني. انضم الى ما قرر به الدفاع الحاضر مع المتهم الاول فيما أداه من دفع ودفوع ودفع مجددا ودفع ببطلان تسجيل المكالمة الخاصة بالمتهم الثاني لحدوثها خارج نطاق الإذن بالتسجيل الصادر من نيابة وسط القاهرة الكلية، وعلى سند من أقوال المتهم الأول وفق ما ورد بأقواله بصوت 50 وفق ما ورد بأقواله هو المتهم الأول يعني بصوت 50 من محضر الجناية وفي استجواب النيابة العامة له. وكذلك وقوعها بالمخالفة لنص المادة 206 إجراءات جنائية. ثانيا دفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم لحصوله خارج نطاق الإذن بالضبط خارج نطاق الإذن بالضبط الصادر من نيابة وسط القاهرة الكلية وابتنائه على إجراء باطل وهو التسجيل المنوه عنه من نيابة القاهرة الكلية لابتنائه على إجراء باطل وهو التسجيل المنوه عنه. ثالثا وأخيرا خلو الأوراق مما يفيد بثمة علاقة سواء محادثات تليفونية أو لقاءات شخصية بين المتهم الثاني والمتهم الرابع بين قوسين الراشي بخصوص الواقعة المنظورة سابقة على صدور الإذنين وعدم اشتمالهما على المتهم الثاني، عدم اشتمالهما يعني الإذنين ما اشتملوش المتهم. صاحب المعالي السيد الرئيس، أصحاب المعالي السادة المستشارين الأجلاء، أقدم لدفاعي أولا بما تعلمناه من فقه أستاذنا الأستاذ الدكتور الفقيه رؤوف عبيد حينما سطر في كتابه المشكلات العملية في الإجراءات الجنائية، وقال إن أي خلل في التشريع الإجرائي أخطر على مصير العدالة
من الخطأ من الخلل في التشريع العقابي، مع أن الأول يحكم شكل الدعوة والثاني موضوعها، ذلك لأنه وفي النهاية يصبح ميزان العدالة في يد القاضي الذي يطبق يختاره التشريع لا في يد التشريع الذي يطبقه القاضي. ولذلك كان من الأصلح للمجتمع أن تكون هناك حكمة في القاضي مع ضعف في التشريع، من أن تكون هناك قوة في التشريع مع ضعف في القاضي. والأصلح الأصلح الأصلح أن تكون هناك حكمة في القاضي وقوة في التشريع. نعم، هي حكمة القضاء التي يلوز بها الدفاع ويلوز بها أمثال هؤلاء المتهمون في مثل هذه الوقائع التي تعرض عليكم. وحقيقة حينما نرى في تقديم أحكامكم التي نتعلم منها لنا القول بأنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقا، ولكن لا بد أن يكون وليد إجراء مشروع، وهنا يستصرخ الدفاع محكمته في انتهاك المشروعية الإجرائية التي انتهكت قبل المتهم الثاني الماسل حينما استصدر إذن النيابة العامة بتسجيل المكالمات، واستصدر الإذن بالضبط بالنسبة للمتهمين اللذان اشتمل عليهما الإذن بالتسجيل والإذن بالضبط، ولم يكن المتهم الماسل الثاني يا فندم متواجدا في محضر تحريات القائم بمحضر التحريات ومستصدر الإذن، ولم يشتمل اسمه على في الإذن الصادر بالتسجيل أو الإذن الصادر بالضبط. إذن ماذا حدث بالنسبة للانتهاك بالنسبة للمشروعية التي يتحدث الدفاع عنها؟ حينما قام بواقعة ضبطه للمتهم الأول المحكوم عليه، ثم اقتاده حيث مكان المتهم الثاني وهو المتهم الأول هنا الماسل في جلسة إعادة الإجراءات، طلب الاتصال المتهم الثاني الماسل. ثابت ذلك فندم في صاد 50 من تحقيقات النيابة العامة على لسان المتهم الثاني، قال في موضع الصفحات كلها ثلاث مواضع، طلب مني ان انا اتصل، ضغط علي يا فندم، هذا ما ثابت وقرر الحاضر بان المتهم الاول الماسل قرر بصوت 50 بمحضر هذه الجناية وحال استجوابه ماشي يا فندم في تحقيقات النيابة العامة بأن ضابط الواقعة طلب منه الاتصال بالمتهم الثاني الماسل، بل وطلب وقال وضغط علي لإجراء هذا الاتصال، أجبره بإجراء ذلك الاتصال. حينما تكلم ضابط الواقع فندم على هذا الاتصال قال ماذا عنه؟ قال حينما تم القبض على المتهم الثاني تم تمكينه من إجراء مكالمة تليفونية بالمتهم. فهنا أي عقل وأي منطق يستسيغ هذه القالة من الضابط؟ فإذا ما وزننا هذه القالة وقالت المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة كما أورينا، فإن العقل والمنطق لا يمكن إلا أن يصل إلى مصداقية المتهم الثاني يا فندم في الإجبار والإكراه على الاتصال بالمتهم. فأي داعي وأي منطق يقول وأن المتهم تحت القبض وواقع تحت يد الضابط يقوم بطلب الاتصال بالمتهم الثالث ليقر بالواقعة على نحو يدينه، ثم يتصل بزميله ليخبره بهذه الإدانة أيضا بالنسبة له هو الآخر؟ إذا ما تعارض الدليل مع المنطق كما علمتنا أحكامكم الجنائية الجليلة، غلب المنطق على الدليل. فهنا في هذه الحالة لابد وأن نقول بأن الإجراء الذي حدث من ضابط الواقعة الأصح في روايته هو كما قرر المتهم في صاد 50 من تحقيقات النيابة العامة حينما ضغط عليه حسب ما أورى في ثلاث مواضع فندم، الصفحة كلها تدور حول هذه المرة تمام فندم، وقال بأنه أجبره على الاتصال حسب ما أورى بالأوراق. نعم، إذا ما كان هذا الأمر على نحوه فإننا نقول أي تسجيل يصح
بالنسبة للمتهم الثالث للقول بأنه اقترف الواقعة مثلا مع آخرين، إذا ما كان ذلك نعم يكون هذا إذا ما تم عرضا أثناء تسجيل المكالمات التي اشتملت على إذن التسجيل الصادر من نيابة وسط يا فندم والمرفق بالأوراق بالثلاث أرقام تليفونات للمتهم الرابع الراشي والمتهم الأول والثاني في الدعوة، وهو المتهم الثاني والثالث هنا حسب ما مثلنا اليوم في هذه الجلسة. إذا ما كانت المكالمة تم تسجيلها من خلال الهواتف التي صدر بها الإذن وكان التسجيل قد تم عرضا وفق ما تعلمنا كان التسجيل صحيح. إذا ما كان المتهم متواجدا وفقا لإذن الضبط والتفتيش الصادر أيضا والذي تلا إذن التسجيل وكان المتهم الثالث متواجدا وثبت لضابط الواقعة بأنه مقترف للواقعة مع باقي المتهمين في أي من الدعاوى أو في هذه الدعوة جاز له القبض والتفتيش. لكن لأن هنا يصح القول بأن هناك حالة من حالات التلبس العرضي أثناء تنفيذ إذن التفتيش وفقا لنص المادة 50 يا فندم إجراءات جنائية، ولكن هنا كان السعي من مأمور الضبط القضائي لخلق حالة من حالات التلبس بالنسبة للمتهم الماثل وإشراكه في الدعوة دون مقتضى من قانون ودون صحيح من الإجراءات التي علمتمونا إياها. فإذا ما كان ذلك تم على هذا النحو فإن هناك بطلان صارخ تعلق بإجراءات هذا المتهم، ونحن تعلمنا من أحكامكم بأن الدفع ببطلان القبض يتعلق بالشخص الملقي القبض عليه دون أي من المتهمين في الدعوة. إذا ما كان هناك بطلان للقبض فنقول بمن يتعلق من هؤلاء المتهمين. فإذا ما ثبت لعدالة المحكمة بطلان هذا القبض بالنسبة للمتهم كان قولها الفصل لنا الذي تعلمنا منه بأنه هناك بطلان لهذا المتهم، وإذا ما تم البطلان يهدر الدليل المستمد من الإجراء الذي قام به ضابط الواقعة ويكون مآل الواقعة بالنسبة له البراءة منها. هنا نقول بالنسبة للتلبس العرضي الذي طالعنا أحكامكم وهي منهلنا في التعلم والعلم والتي نتعلم منها ونرد بضاعتكم إليكم في مثل هذه المواقف، حينما تكلمت الأحكام وحددت لنا كيفية ثبوت التلبس العرضي بالجريمة ثبوتا صحيحا قالت محكمتنا العليا وهي نبراسنا بعد أحكامكم أنتم أنه يوجد لها قيدين. القيد الأول مقيد وهو إذا ما كان اشتمله نطاق الإذن بالتفتيش والضبط، إذا تم القبض على متهم لم يكن مدرجا في نطاق الإذن بالتفتيش والضبط فإنه في هذه الحالة المحكمة محكمة الموضوع والاجتهاد لها في ذلك فإنها تقضي بالبطلان ببطلان القبض على هذا المتهم. وإذا ما كان الأمر بالنسبة للتلبس العرضي وثبت حالة من حالات التلبس أثناء تنفيذ أمر التفتيش على النحو الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي فإن ذلك من إطلاقات الموضوع، وإطلاقات الموضوع هي ملك يمين المحكمة وسلطانها فيها وفي تقديرها. ولذلك أيضا أرشدتنا الأحكام إلى أن إذا ما كان أمر التفتيش مع ضابط الواقعة يتمثل في ضبط الأسلحة والذخائر لدى المتهم ثم قام بمد يده إلى حافظة نقوده وقام بتفتيش الحافظة فوجد فيها قطعة من المخدر الحشيش فإن ذلك علمتنا الأحكام بأن التفتيش هنا كان زائدا وكان قد استطال عن حدود التفتيش المسموح به والبحث عن الجريمة كما تعلمنا وأصبح هنا تجاوزا لحدود التفتيش يبطل الإجراء الذي قام به لأن به تجاوز ويهدر الدليل المستمد منه. وأما إذا ما كان هناك مثلا حينما علمتنا أيضا الأحكام وأخيرا يا فندم حينما علمتنا بأنه إذا ما كان المتهم أثناء إذن التفتيش الصادر بضبط الأسلحة والذخيرة وأنه قام ضابط الواقعة بتفتيش الصدير الخاص بالمتهم في جيبه الذي ثبت بمعاينة النيابة أن الجيب كبير فوجد فيه قطعة من الحشيش قيل بأنه يتصور أن يكون هذا الجيب بحجمه الذي أوري عنه في الأوراق يوجد فيه ثمة ذخائر فكان التفتيش صحيحا وينتج عنه الإجراء كما تعلمنا من أحكامكم. صاحب المعالي السيد الرئيس، أصحاب المعالي السيد المستشارين الأجلاء، ما تعلمناه أيضا من أحكامكم الجنائية المبجلة
أنه الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة، ومنها جميعا تبتنى عقيدة المحكمة، بحيث إذا أسقط أحدها، إذا ما أسقط أحدها أو استبعد، تعذر الوقوف على مبلغ الأثر للدليل الباطل فيما انتهت إليه المحكمة، أو ما كانت لتقضي لو تفطنت إلى أن هذا الدليل الباطل غير قائم. أشكر أفندم لعدالتكم حسن السماع في صحة الصدر، وأصمم على طلب البراءة أفندم. شكرا جزيلا.